السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة، نتوما والأهل ديالكم، أصدقائكم، جيرانكم، خوتكم، وكل شخص عزيز عليكم إن شاء الله الله يخليه ليكم. في البداية، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد المناظر زوينة وخلابة، واحد المآثر تاريخية في مدينة طنجة. هاد المغارة ديال هرقل كتوقع في مدينة طنجة كما سبق ليا وقلت لكم. عن هنايا غير ديك البدايه، دوك البنايات اللي قدام المغاره كما كتشوفوا معايا، هنايا حنايا الله داخلين كاينين ريستورات و دي ريستورون ومقاهي، وطبعا على ضفاف بحر طنجة كما كتشوفوا معايا. هنا الناس كيتجولوا، هنايا منطقة رائعة. هنا بعد ما دخلنا المغارة، هنا كاين هاد النعورة وهاد المآثر التاريخية. هاد المغارة ديال هرقل كتقع في مدينة طنجة، كتمتد المغارة على مسافة 30 متر في بطن الجبل، ونسجت على مغارة هرقل عشرات الأساطير التي تقول معظمها وتعود إلى الثقافة الإغريقية. ويقول مصطفى الصديق الشاوي من سكان المنطقة اسم المغارة هرقل يرجع لبطل من الأبطال اليونانيين الأسطوريين الذي مكث في المغارة وتزوج من سيدة اسمها تيجنا. مغارة هرقل هي عبارة عن كهف عميق تنكسر عليه أمواج البحر عند كل مد، وينفذ إليه الزوار في عتمه ما تلبث حتى تتجلى عن فتحة النور، وهي نافذة تحت الجبل تطل على مياه البحر الأطلسي، وترسم خريطة أشبه ما تكون بخريطة إفريقيا، ويشكل الدخول إلى المغارة عالما من الغموض في حبا في الاستطلاع على هذه الأسطورة وعن تاريخ المغارة التي تقول إنها على شكل خريطة إفريقيا. اكتشفت مغارة هرقل سنة 1906 ميلادية، وهي من أكثر مغارات إفريقيا، حيث توجد فيها سرادين تمتد في باطن الأرض مسافة تصل إلى 30 مترا. كما كتشوفوا معايا، هذا تقديم على المغارة، تقديم تاريخي على المغارة ديال هرقل. كما كتشوفوا معايا هنايا هذا الجمال وهاد النحوت ديال هاد المغارة، وهاد الوثيقة اللي مكتوبة كتبين التاريخ ديال المغارة كما كتشوفوا معايا. كتخلل هاد المغارة شلالات، وبها ضوء وفتحات إلى السماء. هاد المغارة
حقيقة مدهشة كما كتشوفوا معايا. أتمنى تكون واضحة لكم الصورة. هذه كراسي يجلس الزوار عليها ويأخذون صور تذكارية. كراسي قديمة جدا لكنها عنيقة كما كتشوفوا معايا. هنا هي عندها طبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة كتطلع بالدرج. هانتوما كما كتشوفوا معايا رائعة جدا. والتي تزيدها روعة هي دوك الشلالات التي بها مياه عذبة كما كتشوفوا معايا. هاد هما الشلالات والمياه العذبة والتي تلطف الجو، والمكان بارد مع أنه في شهر غشت، الحرارة تكون مفرطة. المغارة حيث كتواجد بداخل الجبل، البرودة وشلالات كما كتشوفوا معايا. هنا أحذية قديمة جدا، تماثيل لأحذية، شلالات كما كتشوفوا معايا جميلة جدا. فيها قسمين من الشلالات، كل جهة فيها جوج شلالات وتماثيل بهذه المهارة كما كتشوفوا معايا. الشلالات الثانية هي هذه اللي كتشوفوا معايا، الزوار يأخذون صور تذكارية. انتوما هي هاد المغارة هنايا فين كتكب. إنها رائعة جدا، مناظر خلابة. في الحقيقة ما تسخوش تخرجوا من هنا، البرودة وآثار تاريخية جميلة جدا، ومحافظين عليها بالأناقة ديالها والنظافة. ماء بارد عذب، انتوما المناظر تتكلم عن نفسها. في الحقيقة عجبتني بزاف وبغيت نتقاسمها معاكم، فعلا رائعة جدا، مياه عذبة ومغارة تستحق الزيارة والمشاهدة. ثم طبقات فيها الشلالات من كل جانب، مناظر روعة. تعطي الإلهام لكل زائر. ولا يريد الخروج منها. الحقيقة حتى احنا فاش دخلنا عجبنا الحال، ما سخيناش نخرجوا.
هنايا كيتباعوا اشياء تذكاريه، كاين محل داخل المغاره. ممكن لك تاخذ منه اشياء تذكاريه. شلالات تغمرها مياه عذبة، مناظر تاريخية رائعة تعشقها العين. مكان بارد جدا، ناعورة أقواس وتماثيل، يأخذ الزوار صور بجانبها. كتابة لا أعرف بالإغريقية، ربما الناس تأخذ صور مآثر تاريخية. قمة في الروعة، تماثيل هنا. وليداتي فرحانين كياخدوا الصور. كما الزوار طبعا تهما فرحانين مستنسين. مآثر تاريخية، تأثير الإنسان، إعجابه الجبل منحوت نحت. سبحانك يا جليل. مناظر ملهمة لجميع الزوار وللناس المشرفين على هذه المغارة، مغارة هرقل. بالفعل تستحق المشاهدة والزيارة في مدينة جميلة، عروس شمال مدينة طنجة. هنا فاش خرجنا، هذا هو الباب فاش كتدخلي منه في الأول. هنا فاش خرجنا من المغارة، هنا كتاخدوا الصف وكتخلصوا التذكرة كتدخلوا. هنا في الباب كيتباعوا تذاكر، اللي بغى ياخد شي تذكار يشريه. هنا الجبل اللي مقابل المغارة، كاين مغارة اخرى تدخلوا لها ولكن فيها الظلام، ما تقدرش تصور، كل شيء مظلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.